اسم الله عليك يا ابني ما تسرحش. ربنا العالم انا زعلان عشانك قد ايه، بس ان شاء الله هيعوضك باللي تستاهلك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. الحمد لله. بقولك يا عيوده، ابسطي لي فلوس عشان انزل اشتري فستان ليله الحلم. هو ايه اللي هاتي فلوس ده وقته يا باي؟ ما تبقي تنقي الوقت اللي تطلبي فيه حاجتك. انت مش شايفه المصايب اللي احنا فيها؟ ده انا مش عارفه اتلم على روحي من الهم اللي انا فيه. هم ايه؟ زينة وطارق وهيتصالحوا، وده انا متاكده منه، واكرم فك خطوبته، ودي الحاجه مخلياكي مرتاحه وفي غايه السعاده. ايه في ايه؟ ما انت لسه قايله كده جوه. انا يا بنت قلت ان انا مرتاحه وفرحانه. انا يا زينة قلت ان انا فرحانه؟ حاجه شبه كده. صح افتكرت. هو انا قلت ان انا مرتاحه لاراده ربنا، لكن فرحانه دي لا. بصراحه هي ما لقتش فرحانه، هي هتطير من الفرحه. عشان لما ارجع تاني العب نشان في وشك ما تبقيش تزعلي. صراحه اكرم مش هي بس اللي فرحانه، كلنا فرحانين. وبعدين لما كانت بتجيلك فوق، ها كانتش بتسلم علينا يا بنت. اختشي في ايه؟ كانت بتطلع فوق وانت بتغلي تحت. انا بصراحه كده كنت بستغرب الاتيتيود بتاعها قوي. كئيبه قليطه كبه. هتحبوا تقولوا حاجه تاني؟ لا يا اخويا، ولا تاني ولا تالت، خلاص يلا. خدت الشر وراحت في داهيه. مالها مريم؟ مالها مريم يا ماما؟ مالها؟ انا هطلع اقعد فوق احسن. لا لا خلاص مش هنتكلم، اقعد استنى ابوك. عاوز ايه؟ مش عارفه ما يجي بقى يقول لك. واتش إت.